عمل مسرحي جديد ومختلف رح يطل فيه الممثل الكوميدي ماريو باسيل ابتداء من 29 الثاني نوفمبر الحالي على مسرح المدينة بالحمرة بتوقيع الممثل جابرييل يمين من ناحية الكتابة والإخراج وتحت عنوان One Angry Man. وكان تم الإعلان عن العمل المسرحي بمؤتمر صحفي خاص شهده فندق لانكاستر بلازا وحضروا ممثل وزير الثقافة غطاس خوري ونخبة من أهل الصحافة والإعلام. المسرح عم ينطفي عنا، صار وقت انه بدعمكم بدعم الاعلام وبدعم ناس مثلنا نحن نساند بعضنا ونشتغل مع بعضنا لو شو ما كانت توجهاتنا، لو كان الواحد بيقتنع بهالمسرح او بهالمسرح لازم نساند بعضنا لحتى نرجع نعيش ولا المسرح لحتى يضلوا مستمر. هالعمل المسرحي الجديد اللي رح يطل فيه باسيل لعشرين عرض فقط كان كشف عن بعض تفاصيله لاغاني على هامش المؤتمر. One angry man يعني سنفور غضبان، لا أو واحد مأنجرة معه من الحياة. ما بقى عم بحكي هلأ بهيدي المسرحية بالضبط، ما عم نحكي إنه عن البلد، قصة فنان بتخبط بصراع مع الحياة ومع العالم اللي حواليه. حبيت فوت بتجربة مسرح غير الشانسونية. هلا انا عامل شوي بس هيدي دفشتها اكثر، خاصه انه كل التلفزيونات صاروا شانسونيه والسوشيال ميديا صارت شانسونيه، فحبيت كفي المشوار المسرحي اللي بحبه وقدم هذا العمل اللي هو بس لعشرين حفله يعني بالنهايه. مثل هيك عم بشتغل على حالي، عم طور حالي، عم بكتشف اشياء جديده، لانه الانسان فرق عن الحيوان انه بيتطور، فأنا عم جرب طور حالي تمقت حيوان. ماريو اللي بيحرص دايما على زرع الضحك على وجوه محبينه كنا سألني عن الهدف الرئيسي وراء أعماله وبالتحديد بعمله الجديد. مش هدفي اضحاك العالم، هدفي تشغيل راسه. الفن المفروض هو يخلي الواحد يشغل راسه، يتساءل سؤالات، يشوف الحياة قدامه، يرجع يصحح خياراته بالحياة. مش بس الضحك، الضحك هو إذا بدك مثل سنارة تنجيب المشاهد تيفكر أكثر. حتى بالشانسونية كمان أنا دائما بحط نقد لازي أو انتقاد مثل مراية بتكبر العيوب تبع المجتمع. هون هيدا أكثر مشوار، يعني الشانسونية كنت أعملهم من شان فكر بالعالم شو بدهن، هون عم نعملها للفن شو بده. باسيل المعروف بتقديمه للمواضيع الجريئة بأعماله وعبر أسلوبه الكوميدي الخاص، سألني عن علاقته بالرقابة بشكل عام وإذا كان عنده أي تعليق على مسرحيته الجديدة. لا ما في عنا مشكل مع الرقابة، ما في مشكل ولا قبل ولا هلأ، ما بحياتي كان عندي مشكل. بعرف كيف شو الممنوعات يلي هن برأيهم أنه يمكن بيخلقوا مشاكل إذا بدك عند المواطنين، لأنه خلقنا أعراض طائفية، نحن ما عم نفوت بهذا الشيء. شخصيات كتير تميز فيها باسيل خلال مسيرته الفنية، أبرز شخصية ماريوكا اللي أصبحت كاركتر خاص فيه، فهل رح يقدمه مرة جديدة بهالمسرحية أم رح يتخلى عنه؟ لا هيدوليك بيضلون بالمسرحيات الكوميدي نايت، بيضلون، بس هيدا غير عمل، هيدا غير شيء عن كل هوليك، يعني بغير ملعب، بغير شيء. لا العالم يلي عبينهم يحضروا مسرح مسرح مسرح، مشان هيك بمسرح المدينة لأنه في تاريخ بمسرح المدينة. ولا لا One Angry Man عمل مسرحي رح يكشف جوانب جديدة بشخصية ماريو باسيل التمثيلية، وبإطار رسالة اجتماعية مميزة رح يقدمها على خشبة مسرح المدينة ابتداء من 9 نوفمبر الحالي.